اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج شحساتون. طبعا معظمنا اتفرج على فيلم اسمه بريف هارت اللي كان بيحكي قصه المناضل الاسكتلندي ويليام والاس ضد الاحتلال الانجليزي لاسكتلندا، بس القصه ما وقفتش عند هنا. القصه كان ليها امتداد قبل كده وبعد كده بكتير، لحد ما واحد معروف اسمه روبرت بروس اللي هيبقى معروف بعد كده باسم روبرت الاول كملك الاسكتلنديين، او زي ما بيقول عليه الانجليز الملك الخارج عن القانون. كل دوت هنبدا نحكيه النهارده، بس قبل ما نخش على الحلقه وزي ما وعدناكم مش على انترو سوبر. الملك الخارج عن القانون او ملك الاسكتلنديين، دولت اشهر لقبين لحقوا روبرت الاول او روبرت بروس، وكان معروف بملك الاسكتلنديين او زي ما قلنا يعني الملك الخارج عن القانون. هو ملك اسكتلندا والموحد بتاعها واللي خلاها تنال استقلالها ضد الاحتلال الانجليزي لاسكتلندا. بس مين هو بقى روبرت بروس ده؟ روبرت بروس اولا هو من عيله روبرت بروس، وهو ابن برضه واحد اسمه روبرت بروس الاول، وجده يبقى اسمه برضه روبرت دي بروس. اتولد يوم 11 يوليو سنه 1274، وهو من عيله نبيله وكان ليها الحق في المطالبه بالعرش الاسكتلندي، وده لان جده الرابع من ابوه ديفيد روبرت بروس كان من لوردات الالندال وكان ليه مطالبه بالعرش الاسكتلندي في احداث القضيه العظيمه قبل دخول الجيش الانجليزي اسكتلندا ويجتاح. وبما ان روبرت بروس هو لورد اوف كارك، وكارك هنا كانت قلعه، القلعه او المعقل بتاع عيله روبرت بروس، فدعم حق عيلته ضد عيله جون كومين في المطالبه بالعرش الاسكتلندي. وكانت اسكتلندا في الوقت دوت بتمر باسوأ واظلم فترات حياتها، ما كانش فيه وريث شرعي للبلد، فاخذها ادوارد الاول كذريعه لدخوله اسكتلندا واحتلال اسكتلندا، وفرض ضرائب باهظه جدا وقمع قوي جدا على الشعب الاسكتلندي، وكان اي متمرد يتمسك يعني بيتقتل هو وعيلته واي حد ليه صله بيه ويمكن كمان جاره، وزي اللي حصل مع ويليام والاس اللي كان متمرد ضد ادوارد الاول او كان معروف باسم السيقان الطويل. روبرت بروس الاب اللي هو ابو روبرت بروس كان صديق لادوارد الاول في الحملات الصليبيه، وعلشان كده كان متمسك او كان في فرصه كبيره جدا لروبرت بروس بان هو يطالب بحق العرش الاسكتلندي، بس الكلام دوت كان هيكون تحت وصايه الملك الانجليزي ادوارد الاول. بس كان بتواجهه مشكله، ايه هي؟ ان في واحد تاني اسمه جون كومين. مين جون كومين دوت؟ برضو واحد من المطالبين او ليه حق برضه بالعرش الاسكتلندي، وكانوا الاثنين بيكرهوا بعض والاثنين كانوا اعداء جدا لبعض، بس ما كانوش بيحاربوا بعض على اساس ان الاسكتلنديين ما بيحاربوش بعض والقوانين دي كلها. وعلى الرغم من ان روبرت بروس كان معجب جدا بويليام والاس وكان نفسه بان هو يتمر يعني ينضم ليهم في الكفاح بتاعه ضد الانجليز، بس ابوه وقفه عند حده في وقتها وقال له يهدي الاوضاع مع ادوارد الاول، وده اللي حصل سنه 1302 لما معظم النبلاء الاسكتلنديين اتخلوا عن ويليام والاس بعد معركة فاركيرك وانضمامهم للحلف بتاع الملك الانجليزي والخضوع ليه، ومنهم روبرت بروس. وعشان كده ادوارد الاول جوز روبرت بروس لاليزابيث، واليزابيث ديت كانت بنت قائد الجيش الانجليزي اللي عند روبرت الاول. وبكده بانت ووضحت لمعظم النبلاء ان تقريبا روبرت بروس هو اللي هيكون الملك القادم لاسكتلندا، بس تحت وصاية ادوارد الاول ملك انجلترا. وبالفعل اتجوز روبرت بروس اليزابيث، وبدات الدنيا يعني تبقى هاديه شويه لحد ما حصل حاجه مهمه جدا. روبرت بروس وهو كان بيبعت جزء من الضرايب ليه لانجلترا وكده، شاف جثه ويليام والاس وعرفوا في وقتها ان ويليام والاس تم اعدامه، وشاف ان الشعب الاسكتلندي كان سائر جدا وغاضب من الانجليز ومستعدين ان هم يرجعوا تاني للمقاومه ضد الانجليز. وهنا روبرت بروس يعني اللي هو بقى عنده امل ان هو ممكن يقدر يقود الاسكتلنديين ضد الانجليز ويحصل باستقلال تام بعيد عن الانجليز. فروبرت بروس كان لازم يبعت لمعظم النبلاء الاسكتلنديين بما انهم اصحاب نفوذ واصحاب كلمه بينهم وبين الشعب، واضطر ان هو كمان يبعت لجون كومين العدو بتاعه علشان يتفقوا على ان هم ازاي يتوحدوا ضد انجلترا. وبالفعل بعت رساله لجون كومين، وجون كومين قال ان هو هيقابله في الكنيسه، وفي المكان دوت جون كومين هدد روبرت بان هو هيبعت الرساله ديت لادوارد، وادوارد يقتل روبرت وجون كومين يبقى ملك اسكتلندا. فروبرت كان غضب جدا و يعني قتل جون كومين في الكنيسه في المكان المقدس عند المذبح. و
جيري ساعتها روبرت بروس ده البابا الاسكتلندي رجال الكنيسة الاسكتلندية عشان يطلب منهم السماح، واتفقوا ان هم هيعينوا روبرت بروس ملك الاسكتلنديين في مقابل ان هو يدلهم سلطتهم بعيدا عن الكنيسة الانجليزية او الكنيسة الرومانية. واتوج بالفعل روبرت بروس كملك الاسكتلنديين بصفة روبرت الاول ملك الاسكتلنديين، بما انه ملك شعب ومش ارض على حد قوله في وقتها وفي الخطاب اللي كان عامله ساعة التتويج، بان هو هيكون ملك اسكتلندا لما يتم تحرير كل الاراضي الاسكتلندية من الانجليز. ادوارد الاول طبعا عرف وكان غلطان جدا، وبالطريقة ديت ادوارد الثاني، مين ادوارد الثاني دوت اللي هو ابن ادوارد الاول، قال لابوه ان هو هيقود الجيش بتاع الانجليز في اسكتلندا وهيرفع راية التنين. راية التنين ديت بما يعرف ان هي بتبقى واجهة العلم بتاعك، بتبقى الخلفية سودة والرمز بتاعك بيبقى احمر، وده معناه ان انت مش هتستخدم اي صفات نبلاء او اي اخلاق في الحرب. وبالفعل قاد ادوارد الثاني الجيش بتاعه لاسكتلندا علشان يوجه ضد روبرت بروس، وكانت اول مواجهة ليهم. بالفعل اتهزم روبرت بروس بسبب كمين عملوا الانجليز ضده، واتشتتوا معظم القادة بتوعه والجيش بتاعه والناس وكده، ومنهم اليزابيث مراته وبنته اتقبض عليهم وتأثروا في لندن. روبرت بروس كان في الوقت دوت معاه اقل من 40 واحد وتايهين في كل حتة ومش عارفين يروحوا فين وهربانين من الانجليز، ومعظم الاسكتلنديين كشعب خايف وكنوبلة مش مستعدين ان هم يضحوا بحياتهم علشان حلم ممكن ما يتحققش في وقتها. وكان روبرت لوحده بيحارب اقوى جيش في العالم في وقتها الجيش الانجليزي. وكان روبرت في الطريق للجزر في الشمال بعيدا في الهرب يعني، قابله واحد اسمه جيمس دوغلاس ومعروف باسم دوغلاس الاسود او جيمس الاسود. مين جيمس دوغلاس دوت؟ جيمس دوغلاس كان دوغلاس ابوه كان من اتباع ويليام ولاس ومن المتمردين، واتقتل وفي وقتها عاقب ادوارد الاول ان هو يتم التخلي عن جميع القاب واسامي واراضي دوغلاس لصالح الانجليز. وعشان كده جيمس دوغلاس كان متاثر جدا وكان متضايق جدا من الانجليز، وكان مستعد ان هو يرفع سيفه علشان روبرت بروس. وبالفعل انحنى روبرت بروس وحلف اليمين ليه وانضم لجماعه روبرت بروس. زي ما قلنا روبرت بروس كان فضل بيستخبى من مكان لمكان من مكان لمكان بيحاول يجمع رجاله، مش عارف بيحاول ان يعمل جيش برده، ما في الدنيا مش مساعده معاه، كل حاجه ضده بما فيهم الانجليز، تمرد النبلاء ضده، الشعب لسه ضعيف وتايه، كل حاجه ما كانتش معاه. فكر ان هو يشن حرب اسمها حرب العصابات. حرب العصابات ديت ان هو يخش على قلعه من القلوع الاسكتلنديه اللي فيها الانجليز خلصه وكده، ويقتل كل الانجليز فيها ويطلع الشعب معاه ويحرق القلعه دي خالص او يهدمها علشان الانجليز لما يجوا بعد كده ما يستفودوش من اي موارد في القلعه دي. وبالفعل وبدا في اول قلعه، قلعه كارك القلعه بتاعت عيلته هو، ودخل على قلعه دوغلاس اللي هي قلعه جيمس دوغلاس اللي قلنا عليه من شويه، وكانت جيمس دوغلاس نفسه وان هو برضو يطلع الناس بتوعه، وقال الجمله الشهيره ليه ان هو بيحارب لصالح روبرت بروس ملك الاسكتلنديين، انضموا ليا الشعب علشان نلاقي استقلال بلدنا. وبالفعل بدات كده الناس تبدا تروح لروبرت بروس لفل اليمين والولاء وتنضم للجيش بتاعه. بس كل دوت ما كانش كفايه، روبرت بروس في وقتها كان معاه 500 جندي فقط ضد اكتر من 20,000 فارس من الفرسان التقال بتوع العصور الوسطى، وكانوا اقوى حرفيا جيش في العالم في الوقت دوت كان الجيش الانجليزي من كتر سلاحه وفرسانه الاقوياء. ادوارد الاول بعد ما وصلت له الاخبار بان حرب العصابات بتاعت روبرت ناجحه ضد الجيش الانجليزي هناك، غضب جدا وجهز جيش وقرر ان هو يروح اسكتلندا بنفسه بعد فشل ادوارد الثاني ابنه في ان هو يخمد تمرد روبرت بروس. بس ادوارد الاول مات في الطريق واستلم القياده ادوارد الثاني اللي هيتوج ملك على انجلترا في وقتها. وبالفعل راح على اسكتلندا وكان مستنيه بقى روبرت بروس ده. روبرت بروس كان عايز يواجه الجيش الانجليزي بكل قوته بتاعه حتى لو كان عدده قليل في اراضي اسكتلنديه، علشان على حد قوله احنا عارفين اراضينا حتى لو هم محتلين. وبالفعل على هضبه اسمها لودون هيل علشان كان حواليها مستنقعات وكده، قرر روبرت بروس ان المكان المعركه هيكون فيه بسبب ان الفرسان التوال مش هيقدروا يمشوا في وسط المستنقعات وكده، وان حتى قله العدد بتاعته طالما في مركز القلب في السنتر يعني وكده هيبقى ليهم الاغلبيه في المنطقه الضيقه دي. وعلى روبرت بروس الكفاح ضد الانجليز في وقتها، وانضم ليه 40 واحد زياده من نبلاء كانوا اتباعه برضه كده. وعلى هضبه لودون هيل انتصر روبرت بروس في اول معاركه الحقيقيه ضد الانجليز بالفعل امام كل الجيش الانجليزي. انتصر روبرت بروس ب 540 جندي فقط بسبب ان هم كانوا متمركزين والافخاخ اللي كانوا عاملينها
وضيقوا المكان على الجيش اللي هو الفرسان الانجليز علشان يقدروا يعني يخلص عليهم واحدة واحدة لحد ما ينسحبوا ويقولوا خلاص المعركة ما بقتش بتاعتهم. وده فعلا اللي حصل، بين روبرت الاول انتصر في وقتها اول انتصار ليه على الانجليز حرفيا، وبدأت اتباعه والنبلاء ينضموا ليه اكتر واكتر، وبدأ الجيش بتاعه يكبر اكتر اكتر، وبدأ يستعيد اسكتلندا واحدة واحدة ويقدر يوحد. وقدر في تبادل الأسرى يسترجع إليزابيث مراته وبنته الصغيرة كمان. وفي معركة بانوكبورن سنة 1314 اتهزم الجيش الإنجليزي برضو تاني على إيد روبرت بروس تاني، وكان في وقتها برضو كان الجيش الإنجليزي بدأ يجهز عدد كبير جدا وبرضو اتهزم. وفي الوقت دوت فرسان اسمهم فرسان المعبد كان بيتم حرقهم وقتلهم في أوروبا كلها بسبب شوية طلبات مفتعلة من البابا والملك فيليبر ملك فرنسا بان هم يعني مهاتركين وكده، فقدروا يهربوا ويوصلوا اسكتلندا، لان اسكتلندا كانت محرومة كنسيا من روما بسبب ان روبرت الاول يعني تمرد على ملك انجلترا وكده. ففرسان المعبد اللي هم كانوا معروفين باسم فرسان المعبد، فرسان المعبد دول راحوا لروبرت الاول ملك انجلترا وطلبوا ان هم مكان امن ليهم في مقابل ان هم ممكن يساعدوه في الحرب ديت او يقودوا الجيش بتاعه او يقدموا له الفلوس والحاجات دي كلها. فوافق روبرت الاول على ان هم يفضلوا في اسكتلندا ويبني ليهم كنيسه ومعبد فيها وكده في مقابل ان هم يساعدوه بشن حملات برضه على الانجليز، لان فرسان المعبد كانوا عارفين ان هم اقوياء عسكريا وكان معاهم فلوس كتير. وفرسان المعبد دي هتكون حلقه ان شاء الله لوحدها، علشان دي حلقه هتكون طويله اكتر شويه ومش ما فيهاش مقدار يعني ان احنا ممكن نحكي عليها احنا كده في الحلقه دي. المهم بعد ما المعركه دي ما خلصت بدات تظهر ان اسكتلندا دوله مستقله ذات سياده وذات ملك قوي، وبدا فعلا روبرت الاول يشن غارات على شمال انجلترا. مش كده وبس الفاجر، ده كمان ساعد الايرلنديين برضو كانوا معروفين بكفاحهم ضد الانجليز في انهم يثوروا ضد الانجليز ويحاربوا كمان في جبهه تانية، تفتح كده جبهه تانية لانجلترا في حرب تانية في جزيره ايرلندا غير حرب اسكتلندا. وبالفعل سنه 1318 قدر روبرت الاول يكون سيطر على جميع مناطق اسكتلندا ويوحدها تحت حكمه ويخلص اخر المعاقل ضد الانجليز. بس فوق كل دوت رفض برضو ادوارد الثاني الاعتراف بسياده اسكتلندا وما سابهاش برضو في حالها، فضل برضو ينخور وراها بعد حتى كميه الهزائم اللي اتعرض ليها وبعد سخط الشعب الانجليزي منه وسخط النبلاء كمان ومراته يا راجل كمان منه. وعشان كده راى روبرت الاول ان هو لازم يتحالف مع الفرنسيين اعداء الانجليز علشان يقدر برضو يفتح جبهه ثانيه على الانجليز في وشه علشان يقدر ينهي الحرب دي نهائي. وبالفعل اضطر النبلاء الانجليز بمساعده زوجة ادوارد الثاني بان هم يطيحوا بادوارد الثاني نفسه ويعينوا ابنه ادوارد الثالث كملك على انجلترا. واول حاجه عملها ادوارد الثالث كملك على انجلترا بان هو اعترف بالسياده الاسكتلنديه وساب الاسكتلنديين في حالهم خالص، بل اعترف كمان بان روبرت الاول هو الملك الشرعي للبلد. روبرت كان بيحظى باحترام كبير من الاسكتلنديين يمكن لحد دلوقتي، اكتر ملك محترم او اكتر ملك بيحسوا احترام ونبل وحب ما بين الاسكتلنديين لحد دلوقتي هو روبرت الاول دوت او روبرت بروس ده، لان وقتها عمل المستحيل، عمل اللي محدش كان يقدر يعمله ولا حتى ويليام وارس، عمل ان هو وحد الاسكتلنديين كلها تحت رايته، هزم الانجليز، خلى اسكتلندا دوله مستقله بسياده وقوه، بل كمان اضاف ليها قانون كويس جدا كان معمول بيه حتى بعد الاتحاد مع بريطانيا فيما بعد كمان. وكل الاسكتلنديين يفتكروا وفخورين بان روبرت الاول ب 540 جندي فقط قدر يطيح باقوى جيش في العالم في وقتها. وعلى الرغم من شجاعة وقوة روبرت انه هو كان معروف بتيبة القلب والحنية يعني، فان حتى كان في معركة لودون هيل ديت اتقتل اللي هو حامل التاج بتاع روبرت بروس، فمن ساعتها لغى لقب حامل التاج تكريما للحامل التاج بتاعه دوت اللي هو كان واد صغير كده كان اسمه جون، كان مات وهو بيحمي التاج بتاعه ده. فيعني كان ليه مواقف كتيرة جميلة جدا وانسانية جدا، وكان ده سبب حب كل الناس دي. حفيد روبرت السادس اللي هو جيمس هيكون معروف باسم ملك انجلترا واسكتلندا، ان هو هيكون الوريث العرش الانجليزي كمان، وان هو كان هيقدر هيوحد بريطانيا تحت حكمه، وده كان ارث روبرت بروس. عشان تقدر تفهم عظمته هو مات سنة 1329 على عمر 55 سنة، وبعد موته تم تحنيط جثته ودفنها في كارك، وفضل الناس كلها تزعل عليه خاصة جيمس دوكلاس اللي حكينا عنه قبل كده لحد ما مات من الزعل عليه وكده يعني. وحتى واحد من ولاده مات برضه من الزعل عليه، ويمكن كمان اليزابيث برضه ماتت من الزعل عليه. وده كان قصة روبرت باختصار بأشجع وأقوى وزي ما هو معروف الملك الخارج عن القانون أو ملك الاسكتلندي.
وبكده خلصت حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش على القناة سوي سبسكرايب خد. اما لو عندك موضوع جديد او رأيك او بحطه هنا في التعليقات تحت. شحستون.